إذن احتلت ألمانيا المرتبة الأولى ودخلت المرتبة الثانية الأمريكية لمسابقات المحترفات السيدات. الآن غادي ننتقلوا لمنصة لباسة ساحة بعد التحرير من أجل نقل الوقائع وتسليم يعني وصول المتسابقين. وصل المتسابقين السيدات احتلت المرتبة الأولى الألمانية ودخلت في المرتبة الثانية الأمريكية. هذه هي الأجواء التي يدور فيها سباق سيدات محترفات دخول المتسابقين. Around here, it's so nice with all the spectators. Jillian? Yes. Jillian? Yes. Oh, thanks a lot for coming and congratulations for the second position. Ladies and gentlemen, Mary Alex, England from USA. Hi. Third position from Montreal, ladies and gentlemen, applauding Renata Fletcher.